جاد عطالله بزنس اوكي اونر، تعرفت عليه بال 2016، كان اونر لكومباني. بعدين هو من الاشخاص يلي انا جبته على الفريدوم ورك شوب تيزيد فاليو، لانه هي اوريدي ديد اول وات وي توكت اباوت. هي از سيريال انتربرينور، بيع كمان الشركه تبعه، ما بعرف اذا بعد عنده حصه، هلا هو بخبرنا. هي هاز انذر كومباني، كان موجود هلا بنورث امريكا، بين امريكا وبين كندا، عم بكبرها وعم بيوسعها كمان بالعالم العربي، توسع فيها. فاذا بدي اقول لك جاد، اذا انت يو وونت تو سكيل اور يو وونت تو سيل اور يو وونت تو فريد ذا فريدم اور باسينج داون، عملهم كلهم اسم الله عليك. فراح اول شيء اطلب منك تعرف عن حالك. Thank you, Andre. Thank you, كلك زو. أول شيء اسمي جاد عطالله. بلشت as a telecom engineer. كان عندي من أوائل شركات الإنترنت بلبنان، ورجعت بعت الشركة وتركت ورحت على العراق بوقت الحرب. توظفت بجروب كبير، وما قبلت كون بس بوظيفة بالجروب الكبير، كان عندي شركتي صغيرة ضمن الجروب Entertainment to Mobile. كنا نعمل كل شيء موبايل سيرفيسز وابليكيشن، مع عندنا كول سنتر كمان، وعندنا كل شيء فاست سيرفيسز كمان للتي في ستيشنز. ضليت بهذا الفيلد تقريبا شيء 10 سنين 15 سنه، بزيت البوزيشن كمان بقلب الجروب. كان عندي بوزيشن سي ليفل، وكانت شغلتي الاساسيه اعمل تلفزيونات فروم سكراتش، واهتم بالتلفزيون الاساسي اللي كان هو بيملكه الجروب بالعراق، هو among the top three TV station بالعراق، اللي هو سوماريا تي في. من بعد ما خلصت هالفنتشر من تقريبا شي 5 سنين، عملت شركة اسمها موبي تاكسي. أكيد شايفين سيارات تبعها على الطريق، وبعتها سنة الماضي، وبعتها لشريكة، ورجعت فتت بفنتشر جديدة بعيدة كتير عن الدومين تبعي، بس عم جرب حولها ل company، ل food tech company. بلشت بالفود بزنس. مدامتي وفي الشخصي اخترعوا طريقة جديدة بالأكل، بيطولوا حياة الأكل up to 1 year without using any preservative. We are world first بهالinnovation. كنت أول investor بشركة مرتي، وكنت عم تابع من بعيد لبعيد الشغل، الى ان قررت انه تو سكيل ذا كمباني، كبرها لانه في بوتنشل كثير كبير. وشفنا شو صار هلا بالبانديميك، نحن بنعمل ريدي تو ايت برودكت وذ نو بريزرفاتيفز، هيلثي ريتش ان نوتريان، وذ شيلف لايف اب تو 1 يير. سو هيدي ما بتلاقيها، وهيدي عم بيطلبوها كل العالم. بلشنا بشركه صغيره بجبال بمعمل صغير. البرودكت كان اخذ سكسس بالماركت اللبنانيه، وبلش يجينا كثير ناس من برا بدهم ياخذوا البراند لبرا. الى حين عملنا بوتنشال عملنا بارتنرشيب مع انفستور استراتيجيك انفستور بدبي، وفتحنا معمل ثاني بدبي. البرودكت تبعنا هلا بالجي سي سي صاروا، وبلشنا نخلق كمان ديفرنت براند ضمن الجروب. وحسيت انه بالشغل اللي عم نعمله هلا بالفود اندستري، من بعد ما عملت شويه ريسيرش وقدرت تعرفت تقريبا وين حط حالي، اخذتني شويه وقت لانه بزنس جديد. رجعنا رحنا على اكبر ماركت للريدي تو ايت، اللي هي الامريكان ريجن، امريكا ان توت ان جنرال. هلا عم نفتح معمل بكندا تو كيتر للامريكان ريجن كلها، انكلودينج يو اس اي اند كندا. صرنا بنص الفند ريزينج بالمبدا، مفروض شي شهر زمان نكون خلصنا الفند، وحاطين اكشن بلان، ستريسفل اكشن بلان. سو مضطر ارجع بجانيوري لهونيك، باربع اشهر نحن مفروض نكون اوبريشنال هونيك، لانه اوريدي مدينا كونتريات مع ديستريبيتورز بامريكا وديستريبيتورز بكندا. سو هيدي اذا بدك شوي البريف. What is exciting about it؟ إنه أنا بالفود ما كنت أعرف، صرت أعرف التكنولوجي. I have a vast experience with technology. So هلا حولت الشركة من regular food company مع innovation ل food tech company مع innovation. So we're adding a lot of things على ال products تبعنا، تيصير في tech part.
ونقدر نوصل لحيالله زبون لحيالله مطرح بالعالم كله. This is in brief what we do, and the company is Smart Gourmet, and the and the brand name right now اللي بدها تبلش من North America is Flava. هيدا جديد, ما كنت بعرف الاسم. Good. جاد اسم الله, يعني innovation من telecom ل transportation ل food, جمعتهم كلهم, and you're succeeding in each one. يعني هيدا الحلو, مش انه ليك عملت فكرة صغيرة, لا عملت شركة وبعتها. A real success story and case studies فينا نحكي عنهم. بالنسبة لك جاد, شو هي الحرية as a business owner؟ هلأ عم نبش على الحرية إذا بدك, بس عملت commitment لحالي إنه بعد عندي 10 سنين بالعطاء الكلي تبعي, عامل تارجت لإلي إنه 10 years مفروض وصل الشركة to scale it, and إذا الله قدرنا حابين نحولها لـ IPO, وبعدين نرتاح نحن. يعني بيصير في عنا الفريدم, بيصير عندي وقت أكتر لعائلتي, و early retirement مش غلط. ولا هيدا السؤال بدي أسألك إياه, معقول ترتاح؟ ممكن بس ممكن ما ارتاح. إذا بدك كل شيء تعلمته ممكن أرجع أعطيه لحدا تاني, بس بكون عم بعملها as a pleasure. هلا it's a stressful work, I'm working almost 18 hours per day, سفر تعب, وتعبنا الأوضاع اللي هون كمان جبرتنا إنه نبلش نفكر قبل بوقت لبرا, وهلا عم يعني الوقت عم بيدهمنا إذا بدك. الوقت ماشي, حياتنا ماشي, ومفروض نقدر نستفيد منها قبل ما تخلص. يعطيك العافية, يعطيك العافية جاد. Inspiring stories جاد. وقت نجي نقول نحن إنه working on the business at least على آخر شيء عندك إيه, هو to sell it, scale it, pass it down, or getting your personal freedom. عشو عم تشتغل هلأ وكيف عم تحقق هيدا الشيء؟ عندي two target in fact. يعني عندي target إنه أخذ الفريدم تبعي, مثل ما قلت لك إنه بفترة زمنية محددة تقريبا بعشرة لاثناشر سنة, وارتاح. بس at the same time حابب to scale the company, to get new big investors on board, and to turn it into IPO. وقت بتبرم الشركة ل IPO بتصير انت عم تشتغل, عندك stock market بشركتك, على السيستم في tree management مزبوط, السيستم ماشي لوحده والشركة عم تكبر بدونك, بدون ما تكون موجود انت. هيدا الهدف الأساسي نقدر نوصل له. إن شاء الله صرنا عاملين تقريبا صرنا 6 شركات مع هولدينج بذات الجروب. عم نحضر structure تكون structure solid structure. We have big partners بدبي, عنا بس تعطيك اسمين بلبنان مثلا عبجي بيوزعوا لنا كل البرودكت تبعنا, بدبي عنا وجي سي تقريبا عنا فتال, وهلا بكندا عنا ديستريبيتور كتير كبير من توب 3 ديستريبيتورز بكندا, ودايما عم نروح ننبش على التوب تنقدر نفوت بالطريق الصحيح بدون غلط. تعلمنا من الاخطاء اللي عملناهم, وان شاء الله ما حدا ما بيخطئ, ان شاء الله ما نخطئ هلا لانه ما بقى في وقت نرجع نصلح. يعطيك العافيه جد. من ورا الوركشوب يلي حضرناه, الفريدم وركشوب, انت كان عندك كذا مداخله, حتى اعطيت كثير اكزامبلز من شركتك ومن الاكسبيرينس اللي عندك اياها. شو في اكتيفيتيز هيك بعدك بتتذكرها او بترجع لها كمان او اشتغلت عليها؟ في كثير قصص عملت لهم فاليديشن, لانه في كثير قصص قاطعه بحياتي وشايفها, في كثير قصص يمكن ركزت عليها اكثر. المانجمنت ستراكشر اكيد كانت شغله بتعنيني من الاساس لانه كنت بالمانجمنت. حاولت ابني تيم يعتبر الشركه لإله, لانه خصوصا بدك يو نيد تو بيلد ذا سكسس تيم هلا, خصوصا انه هيدي ستارت اب وعم تكبر بشكل كثير سريع. نحن صرنا يمكن اسامي, بس انه بعدني بعتبر انه الفكره بعد ما وصلت للي نحن بدنا اياه, لانه كل العالم بعدها بتفكر انه نحن عم نعمل برودكت اكل. اوكي في انوفيشن, بس نحن الهدف تبعنا انه ننقل هيدي طريقه الاكل اللي عم توصل لعند العالم لطريقه
automated على application, بتاخد الفود هابت, فود ديزيز, الدايت كونديشن تبع كل شخص على application صغيرة, ويكون في عنا different storage موجودين بكذا مطرح بالعالم, نقدر نوصل بأسرع طريقة للزبون أكل جاهز يقدر يحطه بالبراد على سنة ويأكله ساعة اللي بده. يعني حتى بيقدر يقول له إذا واحد عنده ديابيتي يقول له هيدي الأكلة among the top الأكلات اللي عنا 300 recipe صار, ينقي الأكل اللي لازم يأكله. نحن بعدنا مبلشين هلأ ب 6 products بلبنان, already we have tested 300 products موجودين. بدنا نوصل التارجت تبعنا نوصل 365 days تنقدر نعطي كل يوم واحد أكل جديدة. والحلو انه تقريبا 365 ميلز اللي عم نحضرهم تقريبا 50% منهم اوثنتيك لبنانيز اور ميديتيرينيان, لانه الميديتيرينيان دايت هلا صار فيري بوبولار خصوصا بامريكا والعالم عم تنبش عليه لانه صحي. بقى ماشي الامور مثل ما نحن بدنا لحديت هلا, ونتمنى نوصل للي نحن بدنا اياه باسرع وقت ممكن. يعني جاد هيدي breakthrough innovation و big mission و vision كمان. الفيجن تبعكم رائعة, خاصة يلي حبيته one plater or one menu per day رائعة. ومجرد ما shelf life هو سنة فصاروا فيهم يطلعوا على الفضاء ياخدوا هال menu تبعولكم ويقعدوا سنة فوق كل يوم أكلة. Exactly. إن شاء الله نقدر نوصل للي بدنا إياه. عم نعمل كتير تيستينج, بتعرف بالفود سيفتي والريجوليشن, أخذنا الأيزو تبعنا مش من زمان, وهلأ الريجوليشن very strict بالفود بأمريكا, وعم نعمل كتير تيستينج بيوروب كمان تنقدر نوصل للي عم تحكي عليه, إنه حتى نعطي للأرمي جيش كمان بياخد الأكل وبده أكل مع شلف لايف طويلة وبده إياه يكون هيلثي. أهم شيء باللعبة كلها أنه نحن we're oriented healthy, eat healthy, cook healthy, so كل شيء healthy products. وهلأ الترند بالعالم كله رايح على كل العالم عم تنبش على healthy products, so ما بقى في وقت يدخل بالبيت بدهم ينبشوا يطعموا أهلهم ويأكلوا هني أكل صحي وسريع. بقى هيدا اللي عم نجرب نعمله باختصار, بذات الوقت نزيد عليها الجيمكس اللذيذ بما انه انا بالدومين, يكون عنا ابلكيشن يقدروا يطلبوا منا العالم, والستورج تبعنا هن الديستريبيوترز الموجودين وين ما كان. وعم نعمل شيء كمان هلا كونسبت صغير بقلب لحدا اجى لعنا وبده ياخذ الكونسبت, نعمل اكسبرس شوب بقلب المولات الموجودين to guide the awareness, لأنه العالم they are not aware شو competitive advantage. يعني نحن منا حمص مثل الحمص الموجود على الرف بحياة السوبر ماركت. يعني هون بلبنان بكل السوبر ماركت الA موجود البرودكت تبعنا والB حتى, بس ما بتعرف العالم أنه هيدا ليش غير عن غيره. هيدا ما في مواد حافظة, هيدا فيك تحطيه بالبراد على سنة. وبعد ما بلشنا بالأفكار يمكن عطيتكم هلأ الفيجن تبعي بشكل ببريف, بس الفيجن كبيرة وبدها كتير أكد وبدها كتير تعب وبدها كتير contribution وبدها كتير investment كمان. So كنا حابين نبقى بلبنان ونعمل هالشي, بس بتعرف لبنان ما بيسمح لنا, الانفستمنت منه موجود. وأنا الشركة الأساسية اللي الشركة قبل هيدي اللي بلشت فيها تركت لأنه we're lacking investment, so فضلت ما ضيع وقت بشيء بده وقت اقدر اوصل, خليني بلش بشيء عنده بوتنشال كتير كبير, عنده سكيلبل وكل العالم عم يطلبوه. يا ريت بس منقول بس بسيطه انه بلشنا قبل بسنه بالنورث امريكان ريجن, لانه هلا بالبانديميك تعرف كل العالم لوك داون, وكان الأكل مع الأبليكيشن وكذا كانت شغلة فكرة كانت كتير سريعة. بس مثل ما الله بيريد نحن مكملين, وبرأيي رح نعمل المستحيل تنوصل إن شاء الله. وأكيد based on your journey أنا بأكد لك أنك رح توصل, غير أنه هيدي بمعرفتي لألك جاد. رح أطلب منك لأنه أنت عندك الخبرة أنك تعطي هاي النصيحة لشخص عم بيحاول يبيع شركته أو عم بيفكر يخلق شركة تبيعها,
شو أهم نصيحة بتعطيها؟ أول شيء الواحد ما بيخلق تيبيع شركته، بيخلق تيعمل شركة يكون هو حاسس حاله مرتاح فيها وما ينطر إنه هو يكون عملها من أول الطريق تيبيعها، لأنه وقت بيكون واحد عامل شركة تيبيعها ما بيقدر يحط شقفة من حاله بقلب هيدي الشركة، بس كمان بذات الوقت ما بده يكون معلق فيها، لأنه بالنهاية الشركة عم بيعملها كرمال تعيش منها ويعمل مصاري منها. سو بده يلاقي الوقت المناسب والعرض المناسب اللي بيجي، لأنه من السكسس ستوري تبعه رح يجي عروض كتير أنه يا يشاركوا يا يعملوا acquisition، ما يبيع at an early stage، يعني يجرب يعمل إذا بدك recognized achievement بهيدي الشركة ويرجع يبيع. ما في يبيع واحد إذا ما في عنده recognized achievement بالشركة، وما بده يبيع بسعر يكون حاسس حاله أنه هيدا التعب اللي تعبه كله هو ما قدر أخذ شيء بالمقابل. ما بنصح ولا entrepreneur يبيع شركته على at an early stage، لأنه رح يحس حاله، وصارت معي، رح يحس حاله تعب وما أخذ اللي لازم ياخده. فدايما واحد لازم يكون satisfied وقت يبيع شركته، بده يكون satisfied إنه هيدي الشركة خلصت، عملت شغلة، التعب اللي تعبته قدرت أخذت in return، وبالعكس يكون contributor ويدل على البورد. في كتير شركات بعدني على البورد فيهم، يدل يقدر يساعد الأشخاص اللي اشتروا هيدي الشركة كرمال يقدر يوصلها حتى بالفيجن تبعه، مش ضروري يكون involved بس بالفيجن اللي حطها لهذه الشركة، تضل مكملة بذات الفيجن، لأنه في أوقات كتير بينعمل شيفت للفيجن اللي بتكون حطتها أنت، الشركة بتموت. كتير كتير مهمة النصيحة، خاصة وتحكيت عن الفيجن هلأ، لأنه كلنا منبلش البزنس بفيجن، وإذا فوتنا investors بدنا إياهم يكونوا respecting the vision، وإذا بعنا الشركة بدنا كمان هالعالم يكونوا أخدينا ومكملين فيها بالفيجن، أو at least لأحسن. واللي قلته جاد انه ما حدا يبيع at early stage، انا هيدي عطول بقولها، حتى ما تجيب investment دغري بال early stage، بلش traction، عمول build value in the company before selling it or before getting an investment. وهيدا الشيء اللي بنعمله بال value builder system وال engagement اللي عم نعمله على سنة واوقات على اكتر، هو تنساعد هالبزنس اونر والانتربرنور يعلي قيمة شركته قبل ما يبيعها أو قبل ما يجيب investment، يكون عم يعطي equity أقل على الinvestment اللي عم يجيب. هلأ ما بدي يكون عم نظر كتير، بس إنه في أوقات كتير الواحد ما بيقدر، كمان بتكون killer، لازم كمان يكون إذا بحاجة يحط مصاري تيوصل لستيج معين، مضطر يجيب investor ولا مضطر يجيب حدا معه يحط مصاري تيوصل الفكرة تبعه لمطرح معين، بس بده يكون كتير متعلق فيها وبده يعرف يعني negotiation stage بالinvestment شغلة كتير صعبة، واكتشفتها خصوصا بال VC world، هون مسهلين لإياها أكتر من الزوم، بس هي مش هالقد سهلة، وال VC منه شخص جاي بده يكب مصرياته وما بده يعرف قديش بده ياخد، وبذات الوقت رح يكونوا قاعدين على كتافك لحقين شغله، لأنه هذا مصاري حاطينهم بدهم يشوفوا وين بدهم يروحوا. شغلي كتير صعب، يعني أنا بشغلي لحديت هلأ تقريبا رحت لمطرحين، ما رحت لفي سي، رحت لستراتيجيك انفستر يقدر يجيب لي added value على اللي عم بعمله وريتش مور كلاينتس تيعلي البراند اكويتي، و at the same time رحت على loans governmental system قدر اخد loans، ما زال عارف وعندي ثقة كاملة انه هيدا البرودكت واصل في عنده هالinnovation اللي هي كيف ما كان بدنا 4 سنين 5 سنين تحدى يلحقنا، وبذات الوقت نحن عم نكمل بالinnovation، يعني مش واقفة بمطرح معين. بقى رحنا على الgovernmental programs الموجودين، أكيد مش بالريجين هون، يمكن بدبي بتلاقي شوي، بقطر بتلاقي شوي، بالسعودية بتلاقي شوي، بلبنان معدمين، بس ما يستحي، يعني شركة لبنانية هون، نحن الـ R&D تبعنا تركينه كله بلبنان،
حتى بالتليكوم كمباني تبعي اللي موجودة بعدها بلبنان حطيت سي اي او، ونحن عم نجيب بزنس من برا كول سنتر سيرفيسز. نحن كنا نعمل كول سنتر سيرفيسز لأربع تليكوم كمباني، وبينيتهم تليكوم ايطاليا، اورانج، مايكروسوفت. هلأ عم نجيب بزنس من كندا تأترك هالبزنس شغال، ما زال ما عم بياخد بقى من وقتي، ما عم بياخد contribution. It's a straightforward business عم نشتغله. رجعت قلعت الكول سنتر من بعد ما صار انفجار 4 آب، وعم بحاول جيب عالم وشغلهم بقلب الكول سنتر تنقدر نجيب شوية fresh money and to keep things moving. إذا نحنا ما عملنا هالإنيسياتيف ما حدا راح يطلع فينا. نحنا كان أشخاص اشتغلنا وعرفنا كيف نقدر نضل محافظين على شركاتنا واللي عم نكبر، قادرين نجيب بزنس من برا ونحطه بهيدا البلد، لأنه هيدا البلد عطينا كل شيء. ما في مطرح ما بتروح بالعالم كله ما بتلاقي لبناني ناجح ولا مطرح. نحنا المشكلة إنه ما بنعرف نشتغل on group، نشتغل individuals. وهيدا لازم سمعت سلوم قبل شوي اللي هو صديق، إيجو. الإيجو مشكل كبير، الإيجو مشكل كبير بدنا نعالجه. يعني اللبناني منخاره دايما عالي ودايما بيحكي أكتر ما بيعمل. ونحنا يمكن كنا بهيدا الستيج ما بنستحي، بس تعلمنا وقطع علينا كتير قصص علمتنا، وفي قصص أنا I regretted بالكارير باث تبعي، انه يمكن تصرفت بكتير مطارح بطريقه ما كنت بعرف انه هاي الطريقه لازم اتصرف فيها، ما انها هاي الطريقه الصحيحه اللي لازم اتصرف فيها. هلا بتخيل من بعد هال 25 سنه خبره، برايي انا وصلت لمطرح صرت تقريبا مرتاح مع حالي ومرتاح بالتعاطي مع الأشخاص اللي بشتغل أنا وياهم، لقيت common ground، والحمد لله عم بحط كل شيء بهيدي الشركة بسمارت غورمي وبفلافا كرمال ننجح ونوصل للعالمية. إن شاء الله بتوصل جاد، وبتخلي مثل ما قلت في عندك إجر بلبنان، في عندك البيز بلبنان، R&D بلبنان، تنطلع من لبنان لبرا. وفي كمان أشخاص عم بيشجعوك كمان على يوتيوب. Thank you جاد على وقتك، thank you على الطاقة، أو thank you لأنه الرؤية تبعولك is so inspiring لإلنا ولكل الانتربرنورز واللي عم يحضرونا. Have a great weekend. Thank you لإلك كمان. Have a great weekend. Bye.